أختي الله معك. اسمي شربل الشعار، مؤسس موقع مشاربي للحياة وللحياة .com. بدي أحكي بهالفيديو عن عقيدة ما يسمى الصحة الإنجابية، وبشدد على كلمة ما يسمى، لأنه أنا ما عم بنقلها لألكم، لأنه أنا بدينا قبل ما أشرح شو بتعني الصحة الإنجابية. بتعني أنه خصوبة الإنسان والحمل بطفل هي مرض، وبالأخص خصوبة المرأة، وهن شر وباء لازم نعالجهم بطرق منع الحمل الاصطناعي والإجهاض وحبوب الإجهاض، وأنه الطفل هو عبء على الأهل، بيعتبروا الأمومة أنها هي مرض، وأنه طرق منع الحمل والإجهاض هن بالصحة. الصحة الإنجابية بتعني كمان لما منزيد إلى تنظيم الأسرة، أنه الحياة الزوجية بين الرجال والمرأة بفوضى، وعلى الرجال والمرأة أنه ما يحبوا بعضهم مثل ما بدهم، يروحوا على منظمة تنظيم الأسرة لحتى تساعدهم أنه ينظموا شر حبهم بعضهم لبعضهم البعض، لأنه ما بيعتبروا أنه العلاقة الجنسية بين الرجال والمرأة هي حب، بيعتبروها شر، وأنه هي مش بس شر، أنه هي وباء على وباء، وبيعتبروها وباء على البيئة. منشان هيك بيضبطوها، بيقولوا للإنسان أنه أنت اللي عم بتخرب البيئة لأنك عم تجيب أولاد. بيستعملوا مروجين لتحديد النسل، مرض السيدا والايدز لاستعمال، واستعمال واقي الذكري لعدم نقل فيروس نقص المناعه البشريه، وبيدخلوا بعقول الناس بانه الحمل والخصوبه هن مرض وباء ولازم نحاربهم بالوقايه. لما اذا كان الواقي الذكري والواقي الانثي هن الحل، ليش بيوقفوا عند ليش بيكملوا نشر كل طرق منع الحمل الاصطناعي؟ ليش ما بيقفوا بس عند الواقي الذكري؟ ولكن الهدف هو مش السيدا والايدز، الهدف هو تعزيز ونشر كل طرق منع الحمل الاصطناعي لحتى يسيطروا على الدول، لحتى يقهروا الشعوب، لانه اليوم طرق منع الحمل الاصطناعي والاجهاض تستعمل الى قهر الدول والى السيطره على الدول، ومشان هيك بيقولوا السيطرة على عدد السكان. طلعوا بالصين شو عم بيصير. الصين مش بس عم بتسيطر وعندها سياسة الطفل الواحد، الصين تتدمر اليوم من جوا، تتنتف، مع انه الصين هي دولة رح تصبح من الدول الاولى بالعالم اقتصاديا وغير وعسكريا، الصين تتدمر لأنه خربت حالة بحالة لما احتضنت سياسة الطفل الواحد لشعبها. لكن مثل ما قلت أنه الهدف هو السيطرة على السكان، هو نشر مش بس طرق منع الحمل الاصطناعية، هو نشر حبوب الإجهاض، حبوب المجهدي والإجهاض الجراحي، وهدفه مش بس أنه يعزز طرق منع الحمل الاصطناعية وغير الاصطناعية، هدفهم انه والاجهاض قصدي، هدفهم انه يخلوا الشبيبة تلتهي بالعهر، لانهم ادخلوا بالمدارس، صندوق الامم المتحدة ادخلوا بالمدارس تعليم الجنس وعطيهم منع الحمل، فشو النتيجة رح تكون؟ بالطبع هي فلتان وتأجيل للزواج، لانه لما الشبيبة بيعطوها منع الحمل وبيقولوا انه انتم احرار وفي بوي فريند وجيرل فريند، من الطبيعي الشبيبه لا ما عادش بتفكر لا بالزواج ولا بتفكر انها تبني اسره، بتفكر انه بالعهر والفلتان والفوضى اللا اخلاقيات بالمجتمع، فبصير في تاجيل للزواج. بيقولوا انه المرض بينتقل من وراء اتصال جنسي، انا بحب اسالهم عن اي اتصال جنسي عم يحكوا. الاتصال الجنسي اللي عم يحكوا عنه هو العهر، خطيط العهر، والعهر هي خطية تدين كل الديانات السماوية، هي خطية زنا. كمان المنظمات اللي بتعزز طرق منع الحمل وقتل الأطفال بالإجهاض بالدول الغربية بتقول إنه النسوان عم بتموت من وراء الحمل الغير مرغوب فيه، والغير مرغوب فيه هو مش الحمل، هو الطفل الغير مرغوب فيه، والحمل هو خطر على صحة المرأة، والعلاج هو منع الحمل والإجهاض بهالحالة. بين انه واضح انه
انه بكل مجتمع في عقيدة عم تحتضن لتعزيز منع الحمل والإجهاض. الصحة الإنجابية بتنظر للأمومة انه هي شر، وللخصوبة انه هي وباء، والطفل هو عبء وشر على البيئة. لذلك منظمة صندوق الأمم المتحدة ببين العالم انه هو مع صحة الأم والطفل، وانه هو حنون محب، ولكن بيعمل العكس. هو من جهة بيقول ان بيقول انه لحماية الطفل لحمايته متنيناتهم من المرض، ومن جهة تانية بيعزز عدم وجودهم، بيعزز حبوب الإجهاض اللي بتقتل الطفل، وبيعززوا بكل بجميع انحاء العالم، مش بس حبوب الإجهاض، بيعززوا الإجهاض الجراحي والكيماوي معا. صندوق الأمم المتحدة بيقول انه في الواقع انه هو مع عدد السكان، ولكن من جهة تانية هو عم يمحي السكان، ومن جهة هو بيعزز للتخلص من الطفل من الإنسان ومن الأطفال بالإجهاض. فملايين من الدولارات تصرف بجميع أنحاء العالم. بالصين 20 مليون دولار، بلبنان 5 مليون دولار تصرف، يصرف صندوق الأمم المتحدة، وحسب الدولة وكبرى يصرف صندوق الأمم المتحدة للسكان يصرف ملايين دولارات، ويعزز منع الحمل بالدول النامية والدول الفقيرة، ومن جهة تانية بيعزز الإجهاض. كيف لازم نواجه صندوق الأمم المتحدة؟ أن نرفض كل برامج صندوق الأمم المتحدة بمدارسنا نحن كأهل، خاصة بالتربية الجنسية للأولاد اللي عم يدعوا عليها عن عمر 10 سنين.